محافظ صلاح الدين يطلع على المراحل المتقدمة لإنجاز المشاريع في شرقاط، ويؤكد أهمية تكاتف المواطنين مع الدوائر لتسريع الأعمار. مواطنون يشكون ارتفاع أسعار البيض والدجاج المحلي، والزراعة تلوح بإجراءات بديلة ومفردات متميزة للبطاقة التموينية بداية تموز. استقرار انسيابية الوقود في صلاح الدين ومقتل أحد قادة داعش جنوبي سامراء، ودعوات لاختزال روتين التعويضات مع عودة النازحين. خبراء ومراقبون دوليون يحذرون من بقاء أطفال داعش في المخيمات، ويطالبون بإعادة تأهيلهم في مجتمعاتهم الأصلية لمنع تطرفهم. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أجرى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر خليل تقييما شاملا للمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها في قضاء الشرقاط، مبديا في جولة ميدانية ملاحظاته وتوجيهاته لتعديل مسارات بعضها وبما يحقق الفائدة القصوى ويختزل فترات التنفيذ. ووجه المحافظ خلال اجتماع بمقامية القضاء مع مديري الدوائر المختصة بحضور النائب قتيبة الجبوري وممثل هيئة المساءلة والعدالة بدر الفحل لرفع التجاوزات لتسريع إنجاز خطط الإعمار، مؤكدا تحديد مسارات العمل وفقا لحاجة قضاء الشرقاط وأهله. وتبادل المحافظ خلال لقائه وجهات النظر مع عدد من المواطنين بشأن المشاريع المنفذة وأهمية التعاون مع القائمين عليها وبما يخدم الصالح العام. شكى أهالي الدجيلة جنوبي صلاح الدين من ارتفاع كبير في أسعار بيض المائدة المحلي، والذي يترافق مع زيادة للكثير من المواد الغذائية الأخرى، ما زاد من معاناة المواطنين، مطالبين بإجراءات رقابية للحد من جشع التجار. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. شكى مواطنون بقضاء الدجيل من ارتفاع كبير في أسعار بيض المائدة، لتصل طبقة البيض الواحدة إلى 7000 دينار عراقي، مما أثر على مائدة العوائل الفقيرة والمتعففة التي تعيش وسط ارتفاع جنوني في جميع المنتجات الغذائية الأساسية. ارتفاع سعر طبقة البيض العراقي من 4000 دينار إلى 7000 دينار شكل عبء على المواطن العراقي، ويعتبر البيض مادة أساسية للعائلة الفقيرة العراقية، بالإضافة إلى الغلاء المعيشي. نرجو من الحكومة متابعة الأمر بجدية، نشجع المنتوج الوطني بشرط أن يكون بأسعار مناسبة. اليوم نعاني من مشكلة هي صعد صرف الدولار، يعني صعد شيء بسيط بس السوق يعني ناس استغلتنا بالمواد الغذائيه، وال يعني الشيء الاساسي هو ان نحتاجه بالبيض صعد، ما قدرنا نشتريه، مثل البيض من 3.5 الى 7000 دينار، يعني نقدر العائله تاخذ لها ب 1000 دينار بيض، كانت هسه ما يقدر ياخذ لها 3 بيضات ب 1000 دينار او بيضتين ب 1000 دينار. يعني نرجو من الحكومه بالحل السريع يعني إلى هاي المشكلة اللي يدرون بها السوق. فيما طالب مواطنون الجهات الرقابية بمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار للحد من جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات، فضلا عن تطبيق التسعير التي وضعتها وزارة الزراعة التي راعت فيها المنتج والمستهلك. اليوم حددت وزارة الزراعة حددت بسعر طبقة البيض ب 5000 دينار، أصبحت اليوم الكرتون ب 72000. المواطن مين يجيب؟ يعني الفقير مين يأكل؟ يعني نطالب بالجهات الرقابية بالتحديد الأسعار للمواد الغذائية، والطبقة البيض اليوم أصبحت ب 7000 دينار، العالم ما تقدر تجيبها، يعني والله منا شغل ماكو. بالنسبة لأسعار المواد الغذائية كلها بصورة عامة صعدت، يعني علم يعني البيض كله، يعني طبقة مال البيض من 3000 دينار كنا ناخذها أنا بمحل طبعاً، تاخذ الكرتون مال البيض ب 35، هسه الكرتون مال البيض ب 70، هذا الفقير منين يجيب طلع؟ يعني هاي مشكلة دولار صاعد البيض شو له علاقة؟ زين أنتم من الحدود سديتوها. لما صدق غير توفر تجي على الحقول مال الدواجن، تجي غير تحسب له بالحقل،
تحاسب ابو المعمل مال العلف اللي هو دي ينطيهم علف اخوي العزيز يودي علف غالي، شلون ما يبيع ابو الدواجن غالي؟ لاكو مسؤول يراقب هاي الوضعيه. على الرغم من تحديد وزارة الزراعة سعر بيض المائدة إلا أن الأسعار تأخذ بالارتفاع يوما بعد آخر مع غياب الدور الرقابي. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل الأنصاري، قضاء دجيل. أشار مواطنون في مختلف مناطق صلاح الدين إلى حركة من التلاعب في الأسعار ذات صلة متعلقة باحتياجاتهم الأساسية، فيما كشف وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري عن السعي لإعادة مسار القطاع الزراعي لمسارات موضوعية وفق خطط واستراتيجيات محددة لتحقيق أهداف السياسة الزراعية، مبينا أن الأسواق شهدت مؤخرا ارتفاعا في أسعار بعض السلع ومنها بيض المائدة ولحم الدجاج، وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع أسعار الصرف والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف واللقاحات المستوردة من الخارج، وقد ترافق معه إصابة العديد من الحقول بإنفلونزا الطيور. وينتظر المواطنون في صلاح الدين إعادة السيطرة على أسعار المواد الغذائية بعيدا عن صرف الدولار ودرجات الحرارة بعد أن كشفت وزارة التجارة عن توزيع مفردات رئيسية متميزة في البطاقة التموينية ابتداء من تموز، ما سيؤثر إيجابا في استقرار أسعار هذه المواد المهمة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن المواطن سيتفاجأ بنوع المواد، حيث سيوزع في هذه الوجبة الرز البسمتي الهندي الأصلي وكذلك الفاصوليا من المنشأ الأرجنتيني ومعجون الطماطم من المنشأ التركي، فضلا عن الزيت والسكر الذي هو من منشأ برازيلي ومنتج آخر من أحد المعامل الوطنية في بابل، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات بأن مواد الحصة التموينية غير صالحة والتأكد من نوعية وكميات المواد عند استلامها. نفى مدير توزيع المنتجات النفطية في محافظة صلاح الدين المهندس عبد الكريم عبد جاسم وجود أسمة للوقود في المحافظة، مبينا أنه حسب توجيهات وزارة النفط وبسبب ارتفاع درجات الحرارة تم اتخاذ إجراءات السلامة حيث يتم تفريغ الحمولات عصرا، معلنا زيادة حصة المحافظة من المنتوجات، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المتحقق. الحقيقة لا توجد أزمة في محافظة صلاح الدين، وإنما هنالك إجراءات نسميها إجراءات سلامة. إجراءات سلامة حسب توجيهات المركزية أنه يكون تفريغ المنتجات النفطية في أوقات دون أخرى بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة الحالية، فلذلك أنه يجب أنه يكون التفريغ في أوقات العفو إيقاف التفريغ للمنتجات النفطية في الخزانات من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة عصرا إيقاف التفريغ، لذلك يحتسب المواطن أنه قلة المنتجات النفطية وعدم توفرها فأربك الشارع وحس عدم تطمن بعدم توفر المنتجات النفطية. قد حصل هذا في قضاء تكريت دون الأقضية الأخرى من محافظتنا، لذلك نلاحظ أنه لا توجد أزمة في ولا توجد ارباك في المنتجات النفطيه وفي انسيابيتها في اقضيه مثلا سامراء بلد الدجيل وبقيه الاقضيه فقط في قضاء تكريت، لا توجد ازمه، ونطمن المواطن انه تم تعزيز حصه محافظه صلاح الدين بموافقه السيد المدير العام المحترم ومشكور، وكذلك التجهيز المنتجات النفطيه في شركتنا، ونطمن المواطن أنه الكمية الآن أصبحت كافية لسد حاجته، وإن شاء الله لا توجد أي أزمة في المنتجات النفطية. بالنسبة لأوقاتنا من الساعة السابعة صباحا السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وحاليا مددنا الوقت إلى الساعة 11 مساء، ما عندنا أي مشكلة في أوقات افتتاح المحطات.
تمكنت قوة من اللواء 41 حشد شعبي من محاصرة مضافة لفلول تنظيم داعش والاشتباك مع أحد الإرهابيين جنوبي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية إلى اللواء، حيث قامت القوة بمحاصرة المضافة بين منطقتي تل بتار والعجيلية والاشتباك مع أحد عناصر التنظيم والذي كان يرتدي حزاما ناسفا قبل أن يقوم بتفجير نفسه بعد الاشتباك معه. دعا مدير ناحية يثرب حارث عبد النبي خلف إلى اختزال الروتين في إنجاز معاملات التعويضات ورفعها إلى اللجنة المركزية في بغداد بغية صرف المستحقات للمواطنين، كون الجميع تضرر من داعش الإرهابي. فيما يخص ملف التعويضات، حقيقة هو ملف حساس ومهم وحيوي جدا، نحن متابعين بشكل مباشر ونطلب من الجهات ذات العلاقة تسهيل الأمر واختزال الروتين. لدينا مكتب تعويضات موجود مفتوح لاستقبال المعاملات والمواطنين بشكل دوري، ترفع عادة المعاملات إلى اللجنة في بلد. نحث المواطنين على ضرورة الاهتمام والمتابعة مع الإعلام بخصوص تنفيذ التعليمات لغرض إصدار التوصيات اللازمة من قبل السيد القاضي المختص ورفعها إلى بغداد لغرض المصادقة وصرف الأموال. الحقيقة مشكلة التعويضات هي مشكلة مركزية وليست محلية، فيما يخصنا نحن كوحدة إدارية علينا إنجاز المعاملة ورفعها إلى اللجنة المختصة. بقي موضوع المصادقة النهائية وصرف المبلغ قضية مركزية، كانت لدينا مطالبات من خلال الجهات السياسية والجهات الحكومية الموجودة إلى حكومة المركز في بغداد بضرورة الإسراع بصرف المبالغ وإيصالها للمستحقين واختزال الروتين للحاجة الماسة سيما بعد العودة وجميع المتضررين بشكل عام. نطلب إيصال هذا الصوت إلى ضرورة إلاء موضوع التعويضات الأهمية القصوى والبالغة، لأنه ممكن أن يسهم بشكل مباشر وفعال في تقويم حياة الناس وفي إعادة البنى التحتية لأسرهم وعوائلهم. جدد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قضاء الضلوعية دعوته للمواطنين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية الموجودة في المنافذ، مشيرا إلى أن هناك عزوفا عن تسلم البطاقات. المزيد في تقرير الزميل جاسم الأبو جاسم. جدد مركز المفوضية المستقلة للانتخابات في الضلوعية دعوته المواطنين الذين صدرت لهم بطائق بايومترية لاستلام بطائقهم الانتخابية، ومستعينين بالمؤسسات الإدارية والأمنية في المنطقة لحث منسوبيها والمواطنين باستلام البطائق المذكورة كونها موجودة في المكتب منذ فترة من الزمن وهناك عزوف عن استلامها. بعد انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي لعام 2018 استأنفت المفوضية المستقلة لانتخابة العمل على تحديث بيانات الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب وإجراء بطاقة الناخب بدل وإجراء الإجراءات القانونية لفاقدي بطاقة الناخب، كما عملت المفوضية من خلال فرقها الجوالي على توزيع بطاقة الناخب ومستمرين لحد هذه اللحظة على توزيع بطاقة الناخب، وتدعو المفوضية المواطنين جميعا الذين صدرت بحقهم بطاقة ناخب بايومترية مراجعة مراكز التسجيل أو مساعدة الفرقة الجوالة لغرض استلام بطاقة الناخب. باشرنا على تحديث بطاقة الناخب على جميع الدوائر التابعة للرقعة الجغرافية لمركز التسجيل في منطقتنا، كما راجعنا الدوائر الأمنية والخدمية من أجل إيصال الفكرة من أجل توعية الناس وتوزيع بطاقة الناخب لفترات عديدة، لكن للأسف الشديد لم نرى يعني استجابة قوية من لدن المواطنين. المواطنين والمثقفين من أبناء الضلوعية بينوا الأهمية البالغة لبطاقة الناخب والتي تعد من بين الوثائق الثبوتية المتعارف عليها لدى أبناء الشعب العراقي، ويدعون الشباب ممن صدرت لهم تلك البطائق الإسراع باستلامها والتي من خلالها يمارسون حقهم الدستوري بالانتخاب والتغيير. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعت مشكورة الشباب الذين صدرت لهم مؤخرا البطاقة البايومترية لاستلامها. هذه البطاقة هي بطاقة مهمة
وأصبحت وثيقة من الوثائق التي يستخدمها أبناء الشعب العراقي. لذلك احنا كمواطنين ندعو الشباب الذين صدرت لهم هذه البطائق الإسراع لاستلامها لكي يمارسوا حقوقهم الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات المقبلة التي لم يبقى عليها سوى 3 أشهر. ندعو المواطنين الكرام إلى مراجعة مركز تسجيل الضلوعية الثاني لغرض استلام بطاقات الناخب المحدثة البايومترية. استعانينا بكل الدوائر وكانت متعاونة، لكن المواطن ما يتعاون مع حتى مواقع التواصل الاجتماعي. ننزل يومي القوائم مال الأسماء اللي الناس اللي محدثة وندعوهم لاستلام البطاقة، لأن هذه وسيلة للتغيير نحو الأفضل. رسالتنا اليوم ليست للناخبين، بل نتوجه بها للمرشحين بحث قاعدتهم الجماهيرية لاستلام بطائقهم الانتخابية من منافذها لتكون وعودهم حقيقية لمرشحيهم. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية. أكدت إدارة مستشفى بلد العام تجهيزها ب7 أجهزة لغسل الكلى، مثمنة دور محافظ صلاح الدين في دعمه للخدمات التي تقدمها المستشفى وتأمين احتياجات المرضى من أجهزة طبية ومواد علاجية. الزميل عبد الجبار مهدي حضر ميدانيا وأعد التقرير التالي. بعد المساعي الحثيثة والزيارة الأخيرة لمحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل ومدير دائرة الصحة صلاح الدين وحكومة بلد المحلية لغرض تجهيز وتشغيل وحدة غسيل الكلى في مستشفى بلد العام، تم غسل 2 من المرضى اليوم بالفشل الكلوي وتحت إشراف لجنة من الشركة المختصة من قبل وزارة الصحة. تم بعون الله سبحانه وتعالى المباشرة بتشغيل ردهة الديلزة في مستشفى بلد العام. الحقيقة هذه الثمرة جاءت نتيجة مجهودات جبارة ومشكورة على كافة الأصعدة، على مستوى ممثلين المدينة والمحافظة، على مستوى دائرة الصحة، على مستوى الوزارة، تواصل مباشر مع السيد مدير عام صحة صلاح الدين لغرض تجهيز وتشغيل ردهة غسيل الكلى في مستشفى بلد العام. الحقيقة هي الأولى من نوعها في هذه المستشفى، وهي كذلك الأولى على مستوى جنوب محافظة صلاح الدين. اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى تم إجراء غسل ل2 من المرضى المصابين بالفشل الكلوي. تم متابعة الموضوع من قبل ممثلين عن الشركة المجهزة، كادر تمريضي مدرب يدا بيد مع كادر ردهة غسيل الكلى في مستشفى بلد العام. اليوم بدأنا أول خطوة إن شاء الله، غدا ستتبعها خطوات إضافية. تم تجهيز مستشفى بلد العام لردهة الكلى الصناعية ب7 أجهزة ديلزة دموية من شركة جومبرو. اليوم الأول إن شاء الله اللي باشرنا به، ومثل ما تشوفون هذا أول مريض إن شاء الله، وإحنا راح نستقبل المرضى حقيقة بعد اتصالهم وتنسيق العمل مع الكادر الموجود داخل المستشفى وتسجيل أسمائهم. إحنا اللي نطالب إن شاء الله قدومهم إلى المستشفى ردهة الكلية الصناعية لغرض تسجيل أساميهم. اليوم عدد الأسرة موجود مثل ما تشوفون حضرتكم، 4 أسرة لمرضى عدم الحاملين لالتهاب الكبد الفيروسي، و3 أسرة للمرضى اللي يحملون التهاب الكبد الفيروسي. هاي كخطوة أولى، إن شاء الله نتأمل بالمستقبل القريب شمولنا بنظام التوسعة اللي يكون عدد الأجهزة 12 سرير. الكوادر الإدارية والتمريضية لمستشفى بلد العام رحبوا بافتتاح ردهة غسيل الكلى وثمنوا جهود القائمين من محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل لزيارته لمستشفى بلد العام لوضع النقاط على الحروف وتذليل كافة العقبات التي تحتاجها المستشفى. لطالما كنا نحلم بافتتاح هيك ردهة مهمة تخفيفا على كاهل المواطن وأبناء محافظة صلاح الدين، أبناء جنوب محافظة صلاح الدين بالأخص، راح يخليهم يقللون من عناء الطريق، نقدر نوفرهم خدمة طبية مثل ما دا تشوفون هسه حاليا بردها اللي احنا نسميها ردهة الفيروسات، اللي هي ب3 سرير تستقبل أمراض الديلزة وأمراض الفيروسات التهاب الكبد الفيروسي نوع سي وبي. وعندنا مثل ما شفنا بديتش الردهة اللي هي ردهة البيور اللي ما بيها الفيروسات، يعني يكون مخصصة لغسل الكلى فقط.
الدايلزة توفر يعني تعب على المواطنين بحساب انه مثلا هنا بجنوب صلاح الدين يروحون التكري وتعنون، فهذا الشيء كلش زين وان شاء الله يعني تطور يخدم اهالي بلد والاهالي الجنوب بصلاح الدين. من داخل غرفة أجهزة غسل الكلى في مستشفى بلد العام، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. دعا مراقبون قادة الدول إلى إعادة النظر بمستقبل أطفال داعش الإرهابي في مخيم الهول الحاملين لجنسية بلدانهم، مشيرين إلى أن عدد الأطفال دون سن 12 يبلغ أكثر من 27,000، وأن إبقائهم في ظرف المخيم وما فيه من عناصر ما زالت تؤمن بالفكر المتطرف سيجعل هؤلاء الأطفال لقمة سائغة لهم ليكونوا قنابل موقوتة تتحين الفرص لتنفيذ أجنداتها. وأكد المراقبون أهمية إرجاعهم إلى بلدانهم واحتضانهم من قبل جهات متخصصة لإجراء عملية تأهيل نفسي لهم لمحي صور المعارك وما فيها من قتل وتفجيرات ودمار وتشريد من أذهانهم، والانطلاق بهم نحو رحاب الحياة الطبيعية من خلال تلقي العلم والمعرفة وجعلهم عناصر مفيدة بالمجتمع. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر روما بشأن رفضه استمرار احتجاز آلاف المسلحين السابقين في تنظيم داعش في معسكرات بالعراق وسوريا تستهدف الحليفتين بريطانيا وفرنسا تحديدا. وخلال قمة للتحالف الدولي ضد داعش في روما، قال بلينكين: هذا الوضع ببساطة لا يمكن الدفاع عنه، لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، مبينا أن الولايات المتحدة مستمرة في حث الدول بما في ذلك الشركاء في التحالف على إعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم ومحاكمتهم إذا اقتضى الأمر. انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب تغيب بعض الأعضاء الآخرين عن حضور الجلسات وانشغالهم بأمور انتخابية وأمور أخرى، مشيرين إلى أن هذا التغيب أدى لعدم عقد جلسات مجلس النواب. وطلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إيقاف صرف رواتب الذين يتغيبون عن الحضور إلا بعذر رسمي أو بموافقة هيئة الرئاسة. فيما قالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الماس فاضل إن هناك بعض النواب لم يحضروا لجلسات مجلس النواب سوى جلستين أو ثلاثة في الفصل التشريعي الواحد، وهذا الأمر غير قانوني. نفت مفوضية الانتخابات حرمان أي شريحة من المشاركة بالانتخابات، ودعت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي جميع شرائح المجتمع إلى مراجعة أقرب مركز للتسجيل لتحديث بياناتهم، موضحة أنه تم تسجيل ما يقارب 1,000,000 شخص من مواليد 2000 وحتى 2003 وتسليمهم البطاقة البيومترية. وبينت الغلاي أن المفوضية عملت بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تسجيل النازحين في المخيمات، حيث تم تشكيل لجنة لزيارة النازحين داخل مخيماتهم وتسجيل وتحديث بياناتهم. رأى رعد الدهلكي النائب عن تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن استقالة وزير الكهرباء لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيدا، داعيا إلى التصدي للأزمة وإيجاد حلول لها بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل تصدير المشكلة يمينا وشمالا. وتابع الدهلكي أن أزمة الكهرباء كبيرة وخطيرة، مشيرا إلى أن هناك أجندات ومافيات فساد ومصالح دول لا تريد للعراق الخروج من بودقة الحاجة لهم للتحكم بالقرار الداخلي، وهي مستفيدة من بقاء وضع الكهرباء هكذا لغاية اقتصادية وسياسية على حد سواء. ولفت إلى أن الاستهداف الممنهج لأبراج نقل الطاقة هي خير دليل على تلك الأجندات.
كشفت مستشارية الأمن القومي تفاصيل زيارات الوفد الأمني الذي ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم العرجي إلى محافظة كركوك، وذكر بيان للمستشارية أن الزيارة تأتي لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة والوقوف على إجراءات القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن وحماية الأهداف والبنى التحتية والمنشآت النفطية ومحطات وأبراج نقل الطاقة الكهربائية. وثمن العرجي جهود القوات الأمنية مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، وأن يكون مركز التنسيق المشترك نموذجيا للتعاون بين البيشمركة والعمليات المشتركة. وقال العرجي أن كركوك يجب أن تبقى مركزا للتعايش السلمي، ويجب أن يكون الملف الأمني بعيدا عن الملف السياسي. لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في ظل قلة تجهيز الكهرباء، قررت وزارة النفط زيادة حصة المولدات الأهلية في جميع المحافظات من وقود الغاز إلى 30 لتر لكل كيفي. ودعا وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان أصحاب المولدات لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة. سجلت وزارة الصحة 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعود إلى الواجهة سيناريوهات إعادة العمل بإجراءات حظر التجوال مع احتمالية زيادة نسب الإصابات. وأكدت وزارة الصحة أن إعادة فرض حظر التجوال متوقف على شدة الموجة الوبائية الثالثة وارتفاع أعداد الإصابات بكورونا. وقال مدير الصحة العامة في وزارة رياض الحلفي أن العراق كحال بعض البلدان الأخرى ما زال في بداية الموجة الثالثة من كورونا، ولا نملك حتى الآن أي صورة واضحة بشأن هذه الموجة ومتى تستفحل أو إنها أقوى من الموجتين السابقتين أو أقل منهما. وأضاف أنه لا سبيل أمامنا سوى استخدام الإجراءات الوقائية أو زيادة عدد الملقحين حتى تقل أعداد الإصابات. أعلن المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي استئناف زيارات السجناء بعد تطعيم جميع النزلاء وحرس السجون، نفيا وجود إصابات داخل السجون نتيجة تطبيق الإجراءات الصحية من تباعد اجتماعي، إضافة إلى منع الزيارات سابقا بسبب الوباء، مؤكدا أن السجون تجاوزت مرحلة الإصابات وما يشاع عن وجود حالات الإصابة بكورونا داخل السجن عار عن الصحة. وعزى لعيبي الاكتظاظ داخل السجون إلى قلة منظومة السجون وكثرة النزلاء، إضافة إلى تهالك البنى التحتية. حذرت لجنة الصحة النيابية من زيادة نسب تعاطي المخدرات في البلاد، مؤكدة عدم وجود استراتيجيات للتصدي لها، مشيرة إلى أن العراق وبحكم موقعه الجغرافي تحول إلى ممر لتهريب المخدرات بنسب تضاعفت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. ويرجع مراقبون أسباب ذلك إلى ضعف الأجهزة الرقابية وعدم توفر البنى التحتية والنفسية للتعامل مع المدمنين، مع غياب التوعية بخطر ذلك. وقال عضو اللجنة فالح الزيادي أن نسبة تعاطي المخدرات سجلت ارتفاعا في البلاد، وهناك إحصاءات تؤكد ذلك في ظل إصدار 11,000 حكم قضائي لمتورطين بتعاطي وترويج المخدرات خلال النصف الأول من العام الحالي. وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية في بيان لها إلقاء القبض على 33 متهما بمناطق مختلفة من محافظات البصرة وميسان وبابل وكربلاء وكركوك. وأضاف البيان أن جميع المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات كبيرة من مادتي الحشيشة والكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي.
قال وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي أن العراق يعاني بشكل مضطرد من ظاهرة التغيرات المناخية الناتج عن ازدياد الانبعاثات الكربونية بسبب النشاط الصناعي للإنسان الذي بدأ منذ 250 عاما والذي أثر وبشكل مباشر في كوكب الأرض. وأكد أن 3 مواقع في العراق من بين 10 في العالم صنفت كأعلى درجة حرارة بسبب قلة الغطاء النباتي وتناقص هطول الأمطار والإيرادات المائية وتقادم البنية التحتية خصوصا باستخدامات التكنولوجيا القديمة في مجالات الصناعة والزراعة. وأشار الفلاحي إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة لها تأثير مباشر على فيزيائية الجسم إذا ما ازدادت عن 50 درجة مئوية بالإضافة للتأثير في نوعية المياه. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. نيجير فان بارزاني يبحث مع قيادات الأحزاب والطوائف كتابة دستور الإقليم. المحافظ أوميد خوشناو أربيل ثاني أكثر المناطق تضرراً بالجفاف بكردستان. وبسبب تكرار حوادث الحرائق قرار بإغلاق الأماكن غير الملتزمة بإجراءات السلامة. عبد الله حمدوك يعلن بدء عملية إعفاء السودان من 50 مليار دولار من ديونه. الجنرال الأمريكي أوستن ميلر يتوقع نشوب حرب أهلية بأفغانستان مع تدهور الوضع الأمني وازدياد قوة طالبان. كيم جونغ أون يوبخ مسؤولين بسبب حدث خطير ناجم عن أخطاء تم ارتكابها في مجال الإجراءات الوبائية. عشرات الوفيات المفاجئة في ارتفاعات قياسية لدرجة الحرارة في كندا. وفولكس فاجن تقدم نموذج بولو الرياضية الجديد. أهلا بكم من جديد. ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس إقليم كردستان نيجير فان بارزاني مع القيادات السياسية ومسؤولي الأحزاب والطوائف في الإقليم، زار بارزاني عددا من مقرات الأحزاب والتقى بمسؤولي وقيادات حزب الإصلاح التركماني في أربيل وقيادات الحركة الآشورية وتحالف الوحدة القومية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن الاستشارات السياسية وتقارب وجهات النظر فيما يخص كتابة دستور إقليم كردستان والذي يرعاه بارزاني بعد أن طرح فكرته منذ أكثر من شهر كأحدى الخطوات الهامة لمستقبل كردستان. اعتبر رئيس الحكومة المحلية لمحافظة أربيل أوميد خوشناو أن المحافظة ثاني أكثر المناطق تضرراً بالجفاف بعد إدارة منطقة جرميان في كردستان. وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته قضاء سوران شمالي أربيل أن مناطق أربيل كافة تواجه مشكلة في نقص المياه بسبب الجفاف لهذا العام، مضيفاً أن المحافظة هي ثاني أكثر المناطق تضرراً من الجفاف بالإقليم بعد منطقة جرميان، ونوه إلى أن الحكومة المحلية اتخذت إجراءات لمواجهة هذه المشكلة مستدركا القول، لكن مما لا شك فيه فإن هذا لا يكفي وأربيل تحتاج إلى تحديد ميزانية خاصة من قبل اللجنة الحكومية العليا لمواجهة الجفاف في كردستان لتحجيم الأضرار الناجمة عن الجفاف. قررت السلطات المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان إغلاق جميع الأماكن التي لا تلتزم بشروط الدفاع المدني، وذلك على خلفية حريق هائل نشب في معرض للأثاث المنزلي في شارع 60 وسط المحافظة. وقال قائم مقام أربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده أمام موقع حادث الحريق بعد إخماده أن فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. وأضاف نمر بأوضاع حرجة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرك مدى المخاطر التي تحدق بنا. وشدد عبد الحميد بالقول إن الأماكن التي لا تلتزم بتطبيق إجراءات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني ستتعرض للإغلاق.
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بدء عملية إعفاء البلاد من 50 مليار دولار من ديونه. وقال حمدوك في خطاب متلفز أن هذا القرار يمثل يوما تاريخيا، لافتا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في عجز كبير في الموازنة واستدانة من النظام المصرفي وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده وعجز كبير في الميزان التجاري وتركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار. وأوضح أن الحكومة عملت على إزالة تلك التشوهات تماما مع إصلاحات تشريعية وقانونية، وهو ما ساعد على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإدماج البلاد في المجتمع الدولي، كما أصبحت العلاقات طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا. اتخاذ هذا القرار تم في غضون 6 أشهر، وتعتبر هذه أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المزغلة بالديون. هذا يعكس أولاً جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن استراتيجية للحد من الفقر. ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة. إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية بالانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. قال مسؤولون أمريكيون لرويترز أن الجيش الأمريكي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه نهائياً من أفغانستان، مستبقاً بفترة كبيرة تاريخ 11 من سبتمبر أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن كموعد نهائي لإتمام سحب القوات وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. وقال جنرال أوستن ميلر أن سيطرة سريعة لحركة طالبان على العديد من المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد يعد أمراً مقلقاً للغاية، محذرا من أن الميليشيات المنتشرة لمساعدة قوات الأمن الوطني المحاصرة قد تقود إلى حرب أهلية. وأضاف ميلر أن الحرب الأهلية هي بالتأكيد طريق يمكن تخيله إذا استمر الوضع على المسار الذي يسير عليه الآن. وقدم ميلر بعض الحلول لتجنب هذا السيناريو الخطير في أفغانستان بقوله إنه للمضي قدما، يجب أن تركز قوات الدفاع الأفغانية على تعزيز قوتها وإنشاء مناطق استراتيجية وحمايتها. إن خسارة مناطق أمام طالبان تسمح لهم بقطع روابط النقل والاتصالات، ما يهدد عواصم المقاطعات. وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون انتقادا حادا لكبار المسؤولين في حزب العمال الكوري الحاكم. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم عقد اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري، حيث وبخ المشاركين بسبب تداعيات وخيمة ناجمة عن أخطاء تم ارتكابها في مجال الإجراءات الوبائية، مهاجما المسؤولين بسبب التجاهل وعدم الكفاءة وانعدام المسؤولية. وأضاف زعيم كوريا الشمالية أن مسؤولين رفيعي المستوى كانوا كسالى في تنفيذ سياسات مكافحة الوباء، مما تسبب في حدث خطر أدى إلى أزمة كبيرة بالنسبة للبلاد والشعب. وأشار إلى أن المسؤولين أهملوا تطبيق قرارات مهمة مرتبطة بالإجراءات التنظيمية والتعليمية والتكنولوجية في مجال تمديد إجراءات العزل، لكن الوكالة لم تذكر أي تفاصيل حول ما حدث. لليوم السابع على التوالي تستمر عمليات البحث عن المفقودين إثر انهيار البرج السكني الواقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد القتلى إلى 12، وتشبثت عشرات الأسر بالأمل للعثور على أحياء بمبنى فلوريدا المنهار.
ومع استمرار عمليات البحث وارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سيرف سايد إلى 12 شخصا، ما زال 149 شخصا في أعداد المفقودين. وتطرح أسئلة ملحة عن أسباب انهيار البرج السكني الواقع في ولاية فلوريدا التي يزورها الرئيس جو بايدن الخميس، ووعدت السلطات المحلية إجراء تحقيق موسع في أسباب الانهيار الذي سبب سقوط قتلى. وسيستغرق التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للانهيار أشهرا على الأرجح. سجلت كندا لليوم الثالث على التوالي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، إذ بلغت فيليتون القرية الواقعة شمال شرقي مدينة فانكوفر 49.5 درجة مئوية، في مستوى غير مسبوق في هذه البلاد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكندية. وأحصيت عشرات الوفيات المفاجئة في فانكوفر في حصيلة قياسية لموجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غربي الولايات المتحدة. ومنذ أيام تسجل فانكوفر المدينة الكبرى الواقعة على سواحل المحيط الهادئ درجات حرارة تتخطى 30 مئوية، علما بأن المعدل الموسمي هو 11 درجة مئوية. قدمت فولكس فاجن أحدث مرحلة تطويرية للجيل السادس من بولو ونسختها الأكثر رياضية بولو جي تي أي الجديدة من حيث الأداء والتكنولوجيا والرياضة، فيعمل محركها على تحويل السيارة المدمجة الأكثر مبيعا إلى سيارة رياضية ديناميكية بأربعة أبواب، والتي تتيح أيضا القيادة شبه الآلية كخيار لأول مرة، وتضم مجموعة من أحدث جيل من أنظمة المساعدة ومزيدا من الراحة والأمان لجميع الركاب، كما يتم ترتيب الأدوات ونظام المعلومات والترفيه على محور مرئي، مما يضمن إمكانية عرضها وتشغيلها بسهولة في أي موقف قيادة. أما نظام الدفع فهو بالعجلات الأمامية، وستتوفر سيارة بولو الجديدة بخمسة ألوان. إلى التذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يطلع على المراحل المتقدمة لإنجاز المشاريع في الشرقاط، ويؤكد أهمية تكاتف المواطنين مع الدوائر لتسريع الأعمار. مواطنون يشكون ارتفاع أسعار البيض والدجاج المحلي، والزراعة تلوح بإجراءات بديلة ومفردات متميزة للبطاقة التموينية بداية تموز. استقرار انسيابية الوقود في صلاح الدين ومقتل أحد قادة داعش جنوبي سامراء، ودعوات لاختزال روتين التعويضات مع عودة النازحين. خبراء ومراقبون دوليون يحذرون من بقاء أطفال داعش في المخيمات، ويطالبون بإعادة تأهيلهم في مجتمعاتهم الأصلية لمنع تطرفهم. نهاية النشرة، ألتقيكم على خير، في أمان الله.